صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مصاحبة الكافر إذا كان من الأقارب ومرافقته والجلوس معه؟ مصاحبته من باب التعامل الدنيوي لا بأس بذلك، لكن مع دعوته إلى الله، ترغيبه في الإسلام، وعدم تمكينه من إظهار الكفر والشرك، مع دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ومع بغضه من أجل دينه. ما تحبه وهو كافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا تحبه ما دام أنه كافر. وأما أنك تتعامل معه بمصالح الدنيا المباحة فلا بأس بذلك. نعم.